مرحبا أيتها القارئة السريعة، ما هذا الكتاب؟ إنه كتاب علامات التشكيل. علامات الماذا؟ علامات التشكيل، إنها علامات مهمة جدا، تعلمنا كيف تقرأ الكلمات. والآن انظر، هل تستطيع قراءة هذه الكلمة؟ لهذا فإن علامات التشكيل مهمة. حينما تكون الكلمة مفردة ولا توجد عليها علامات تشكيل تصعب قراءتها. والآن انظر، هل تستطيع قراءتها يا سميح؟ بالتأكيد، إنها كلمة سلم. هذا صحيح، سلم. والآن انظر يا سميح حينما أغير علامات التشكيل. ها؟ تحولت كلمة سلم إلى كلمة سلم بتغيير بسيط في علامات التشكيل. أيتها القارئة السريعة، هل باستطاعتي استعارة هذا الكتاب منك؟ بالتأكيد، ولكن ما حاجتك إليه؟ لا أريد أن يغير أحد هذا السلم وأنا عليه.